تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي بالشراكة مع مستشفى الزهراء. قبل أن نبدأ معاكم حلقتنا، خلونا نعطيكم سؤال الحلقة اليوم على أساس أن نعطي أكبر وقت لاستقبال أكبر عدد من الإجابات، على أساس نعطي الفرصة لأكبر عدد من المستمعين أنهم يشاركون معنا. طبعا عندنا الإجابات بدأت تتينا قبل السؤال، ها ميثة؟ عموما سؤال الحلقة يقول اليوم: ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي؟ 1 سكر النوع الأول، 2 سكر النوع الثاني، 3 سكر الحمل، 4 جميع ما سبق. سكر النوع الأول، النوع الثاني، سكر الحمل، جميع ما سبق. يمكنكم إرسال الإجابة على الرقم 4006، ونتمنى يعني ذكر الاسم الثلاثي مع الإجابة، يعني واحد يكتب الإجابة ويذكر الاسم الثلاثي على الرقم 4006. وأيضا لحاب يشاركنا بأي مداخلة ممكن يتصل على الرقم 600-55-1414. وبما أنها ما كحت لينا الحين، خلونا نقرأ الأخبار. صباحك الله بالخير دكتورة وفاء. صباح الورد والفل والياسمين يا محمود. يا هلا دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية. ما كحت؟ لا ما كحت، صحة، نحنحت. نحنحتي. مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، دائما يعني مثل ما تعودتوا هي موجودة معانا مع بداية حلقاتنا في رمضان. عموما خلونا ناخذكم على جولة سريعة لأهم الأخبار. عندنا خبر يقول: محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء جامعة الطب والعلوم الصحية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمرسوم رقم 22 لسنة 2016 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا للجامعة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوم رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم العلوم الصحية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وعضوية كل من الدكتورة رجاء عيسى القرق نائبا للرئيس، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس، ومعالي حميد محمد القطامي، وعبد الله عبد الرحمن، وسعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، وسعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم، وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، ودكتور باتريك جونسون، ودكتور علوي الشيخ علي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بالقانون والمرسومين من تاريخ صدورهم وينشروا ويتم نشرهم في الجريدة الرسمية. نص القانون قانون إنشاء الجامعة على أن تتألف من عدد من الكليات ومراكز البحث العلمي والمكتبات التقليدية والإلكترونية والمعاهد التدريبية المتخصصة، وتقدم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والشهادات المهنية، وبخاصة في مجال الطب والعلوم الصحية، وتوفير الجامعة التعليم الأكاديمي في الطب والعلوم الصحية والتطوير المهني المرتبط بالقطاع الصحي
الصحي من خلال توفير برامج تعليمية ومعرفية وتدريبية متميزة ذات قيمة عالية. تهدف الجامعة بحسب القانون إلى تعزيز مكانة دبي كمركز مرموق في المجالات الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم التقدم العلمي بالمجالات الطبية والعلوم الصحية ورفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة قادرة على التعامل مع المشاكل الصحية المختلفة بكفاءة عالية، وكذلك توفير البيئة المناسبة للقيام بالأبحاث العلمية التي تنهض بالقطاع الصحي في المجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني المستمر في مجال الطب والعلوم الصحية، إضافة إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال الطب والعلوم الصحية محليا وإقليميا و دوليا. أنا قريت الخبر كامل لأن للأمانة خبر مفرح جدا. يعني تحدثت أعتقد في حلقات سابقة عن أهمية وجود مركز أكاديمي ينشط البحث العلمي في مجال الصحة، وأيضا يرفد المجتمع إمارة دبي بالتحديد وأيضا دولة الإمارات بكوادر صحية. خبر أسعدنا البارحة. صحيح يعني كتير. القطاع الصحي كله كان مستانس على هذا الخبر، وإن شاء الله يا رب تكون البادرة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة في دولة الإمارات كلها يا رب بإذن الله. رائع. عموما نبارك لكل العاملين في القطاع الصحي هذا الخبر، وأيضا نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي على يعني إطلاقه لهذا المشروع الوطني العظيم، والذي سيشكل إن شاء الله نقلة نوعية في القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في الوطن العربي. أنا متأكدة هيعمل نقلة نوعية فعلا فعلا، لأن جامعة تحمل اسم سيدي وصحية اسم نعم. سيدي محمد بن راشد أعتقد يجب أن تكون جامعة مختلفة تماما. صحيح. وبتكون إن شاء الله مركز للأبحاث العلمية بإذن الله بشكل عالمي. أنا بتوقع هيك كمان. أنا حاسة يعني هذا مجرد قرأت الخبر بتحس إنه في شيء جديد صحيح. من نوعه، وتطور حيكون فيه فعلا زي ما تفضلت محمود نقلة نوعية بإذن الله تعالى يا رب. بإذن الله يوفقهم يا رب. طيب نعيد سؤال الحلقة اليوم. تطبيق حياتي زين، في أنواع أو ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي؟ هل هو سكر النوع الأول، سكر النوع الثاني، سكر الحمل، أو جميع ما سبق؟ يمكنكم إرسال الرسالة النصية والإجابة عبر الرسالة النصية على الرقم 4006، والجائزة مقدمة من إدارة تقنية المعلومات وهي عبارة عن لوحة ذكي للفائز بهذه الجائزة. طيب دكتورة، يعني خلينا نتكلم اليوم إن شاء الله ما نبدأ الحديث عن مائدة شهر رمضان الكريم وما تحمله هذه المائدة. دكتورة بس عفوا، يعني يا جماعة الخير لا حد يكتب لي جواب رقم 1 ولا 2 ولا 3 و4، لا اكتبوا لي الإجابة شو هي بالضبط، أفضل لي أنا على أساس أنه احتمال ممكن أنا أغير الترتيب. بس ميث اعتمدي الإجابات اللي كتبوها الشباب يعني بالأرقام، اعتمديهم معاهم، لكن الحين إن شاء الله من القادم أسهل لنا يا جماعة الخير أن نحن نعتمد الإجابات بالكتابة وليس بالأرقام. عموما مائدة شهر رمضان الكريم وما تحمله هذه المائدة من قائمة الإفطار والسحور وما استخلصته التجارب العلمية والعملية والبحوث والدراسات من نتائج وما تم توثيقه صحيا لما نتناوله في هذا الشهر الفضيل. هذه كل التساؤلات هذه ما نطرحها على الدكتورة وفاء عايش. بما أنك أنت الحين خلينا نطلع فاصل عيل، يلا زين ونطلع فاصل ميثة ومنرجع إن شاء الله نستكمل هذه الحلقة. صحة وسعادة
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا نذكركم بسؤال الحلقة واللي تقدم جائزته إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، وهو عبارة عن الجائزة عبارة عن لوح ذكي. السؤال يقول: ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي؟ هل هو أو هي سكر النوع الأول، سكر النوع الثاني، سكر الحمل، جميع ما سبق؟ أنا هذا ما أقدر أحذف ولا إجابة اليوم. بس سهل السؤال. أيه. وسهل، بس مع ذلك بعدهم الناس يجاوبون غلط. نزلوا التطبيقات هذه يا جماعة الخير عشان تعرفون الإجابات. عموما من باب الفضول ينزلوها على الأقل، بيستفيدون منها. والله يستفيدوا. أي بيستفيدون منها بشكل كبير. عموما دكتورة وفاء، خلينا نتحدث عن قائمة الإفطار والسحور. يا ترى شو الأشياء اللي ممكن نحن تخلينا نستثمر شهر الصوم، شهر رمضان، بقائمة أفضل؟ في عنا مداخلة؟ طيب خلينا نأخذ المداخلة. محمد عبد الله، تفضلي محمد. عليكم. يا هلا يا هلا. الله يخليكم، تسلمون غاليين. الله يسعدك يا رب. الله يخليك حبيبي. عايز اسال الدكتور لو سمحت. بالنسبه للسوائل، شراب السوائل في رمضان، يعني بنشرب عصائر كثير، فهل الجسم بيخزن السوائل بتكون بعد ذلك بتبرز الكرش، ولا ما له علاقه بالسوائل ظهور الكرش او امتدادها؟ واضح محمد. عندك سؤال ثاني؟ هذا السؤال. طيب انت شو اخبار الرياضه معك؟ والله الرياضه مع الدوام بناخذ وقت جليل للرياضه صراحه. العب رياضه في وقت دائما. نحن عندنا مثل يقول لي بس الصلاه ما بتفوت. صحيح. ها. ان شاء الله. يلا هلا محمد. هلا حبيبي. هلا. ايوه دكتوره. طيب. قبل ان ندخل في المائده خليني ارد على اولا بالنسبه للسوائل، احنا دائما نقول انه السوائل افضل المشروبات هي الماء، واتفقنا انه بدنا ناكل الماء ونشرب الاكل، بمعنى انه ناخذ الماء عن طريق الفواكه حتى تدخل في الجسم بصوره، عن طريق الامتصاص الامعاء وتحليلها تدخل الجسم وترطبه بصوره اسرع. الان هل السوائل هاي المي او غيرها بتسبب الكرش؟ لا طبعا، اكيد لا. اللي يسبب يوم نشرب وايد ماي ولا نشرب مجموعه ما يتخزن، البطن ينتفخ، بياخذ سبيس بس بيطلع على طول. أوكي. يعني وهي من ضمن إحدى استراتيجيات عدم زيادة الوزن، إنه أنت لما ما بدك يزيد وزنك تبدأ بالماء وتأخذ كاسين على الأقل في درجة حرارة الغرفة، بحيث إنك أنت تعمل ثلث لمائك وثلث لهوائك وثلث لمعدتك، بظل يعني ثلث هذا اللي أخذ المساحة عطى مجال إنه ما تأكل أكل زيادة. الآن الجيد في الماء إلا إذا الناس عنده بيعانوا من أديما اللي هو أملاح زايد كذا، بيصير في تنفخ. في ناس عندهم مشاكل نتيجة لبعض السوائل، حساب الكالوريز، حساب السعرات الحرارية. غير هيك إذا كانت السوائل اللي بياخدها الأخ عبدالله أو غيره ماي، فبتطلع مثل ما بتدخل مثل ما تطلع، لا تضر بل تفيد. وأنا متأكدة إنه ما ممكن يكون يعني عم بياخذ الاحتياج، لانه لغايه الان ما شفت حدا يعني كتير قليل اللي عم بيجيني عم بيشرب بالضبط اللي لازم ياخذه خلال اليوم من المي. الان اذا كانت عصائر او مشروبات رمضانيه مثل تمر هندي، جلاب، عرقسوس، فيها سعرات حراريه، انا يجب علي حساب السعرات الحراريه. السكريات اللي موجوده فيها ممكن تخزن اذا كانت زياده عن الحد، وتخزن في الجسم على هيئه الدهون وتزيد الوزن ومنها البطن طبعا، دهون في البطن. جميل. دكتوره، في الزول عماد باعث اهداء للدكتوره: ابحثي عن فوائد ثمره شجره التبلدة. أول مرة بسمع فيها، بس حاضر، بس أكيد إلا ما إلا اسم تاني يعني، ما أدري. شوفي شيء إذا تقدرين تتصلين في عماد، شوفي إذا ممكن يطلع معانا على الهواء. شيمة، زين، شوفي إذا في عنا الزول عماد مطرش مسج، شوفي إذا تقدرين تتصلين فيه. التبلدة، لأن أنا ما أعرف شو أقرأها ولا أنا.
مكتوبة شي التبلدة بالألف المقصورة مشياء. فهل هي ياء ولا هذا؟ طيب دكتورة الآن خلينا ندخل على وجبة الإفطار. إنزين تحدثنا عنها بشكل كبير. إنزين وناخذها على السريع المرة. فيني نغير فيها شوي يعني مثلا كيف نقول كيف نحضر الأطباق الرمضانية بطريقة صحيحة، شو رأيك؟ أوكي. يعني مثلا يعني؟ لا أستأذنك. أنا أقدر. أنت قبطان السفينة. لا بالعكس. طبعا أهم شيء أنه لما نتكلم دائما على طريق سواء كان عم نحضر السحور أو الفطور، كيف نجعل رمضان أكثر صحة؟ استخدام الزيوت النباتية وخصوصا أحادية مثل زيت الزيتون والزيت النباتي اللي غير مشبع في عملية الطبخ. يفضل زيت الزيتون طبعا، أكيد احنا ما بنتكلم على القلي، يأخذ ني لأنه يعمل على تفعيل دور رفع الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيء في الجسم. كيف يعني مش ما تعرضه للحرارة، ما تقلي فيه الزيت الزيتون أنا أتكلم. سبحان الله، لو الشخص أخذ كل يوم معلقة، اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول إذا أخذ كل يوم الصبح على الريق معلقة زيت زيتون مع نقطة ليمون، عصرة ليمون عليه، أنا بأكد لهم أنه الكوليسترول السيء راح ينزل وراح يرتفع، لأنه فيه خاصية رائعة لوجود الدهون الأحادية وارتفاع الأوميجا 3 فيه في تفعيل دور خفض الكوليسترول السيء. على هذا الطاري دكتور، البارحة أنا سأقرأ مسج عن وحدة يعني عاملة دراسة على موضوع أنه الشاي مو بالشاي الليمون مع العسل والماي على الريج. تقول من استخدمت هذا الموضوع كان في السنة يها تقريبا نزلات برد ما بين 4-5 مرات، تقول هذه المسألة اختفت عنده في وايد أشياء حصلتها كفوائد في هذا الموضوع، بس قالت كانت تشربه مع الريج. طبعا لأنه أنت عم تحكي على العسل فوائده، في فوائد جمة في العسل من الفيتامينات اللي موجودة فيه، من المعادن الموجودة فيه، مع الفيتامين سي اللي موجود في الليمون، بتاخده مع المي، تاخد زي جرعة دفعة قوية للجسم لتحصين الجسم ومناعته، خصوصا بارتفاع الفيتامين سي، لأنها تحصل وتشربها بنفس الوقت، فهي عم تاخد فيتامين سي بيور على الصبح مع الماي، فهي عم بتحسن الجهاز، وهذا اللي احنا عم نحكي عنه. هذا الشيء نقدر نسويه في رمضان نحن على فترة الصوم هذه؟ تتذكر أول حلقات حكينا يا ريت تخلوا المي جنبكم، لكن لما تكون بدنا نشرب المي حاولوا تحطوا فيها ليمون، تحطوا فيها زنجبيل، تحطوا فيها، تغيروا كل يوم نوع، لأنه كل واحدة لها خاصية، والخاصية هاي تجهز الجهاز الهضمي والجهاز المناعي. جميل. أي أشوف خليها حوليها علينا. ألو ألو. ايوه السلام عليكم. يا هلا، تعرف عليك وانتي بتخبرين عن الشجره لان الزول ما رد علينا. انشراح الشاذل انشراح الشاذل من السودان. يا هلا يا انشراح، خبريني عن هذه الشجره، انا ما اعرف شو هاي الشجره. هي الشجره دي في منطقه اسمها كوفان. الشجره دي هي شجره ضخمه فيها ثمار، ثمره دي اللي هي جافه كده، الثمره ذاتها يعني شكلها جاف كده، بتفتحيها من داخل شكلها زي الخيار هذا بس منتفخة يعني، وبتحمل جواها عبارة عن بذور. البذور هذه يعني الأهل اللي في هالمنطقة يحطون فيها الماء، يعني هي الدكتورة وصفت إنه دائما الشيء بالماء، الفواكه بالماء، هي ما أدري بقى فواكه ثمرة يعني مثل الباباي بس جافة. هذه شجرة بس في السودان ولا موجودة عندنا في الإمارات؟ والله لا لا لا، في الإمارات ما شفتها، ما تطلع ها؟ يعني أنا لفيت، أنا لي 44 سنة في الإمارات ولفيت العالم كم من دولة ما شفتها، بس في منطقة كردفان، حتى في السودان يعني في منطقة كردفان وقرب السودان يعني بعض الأحيان في غرب السودان.
أقول لك هذه ما يكون في أفريقيا كذا. هذه الشجرة أنا طلعت صورتها توني شفتها. شفتي هذا أيوة. شوفينا دكتورة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه الثمرة هذه هي دكتورة. أهل البلد يحفظون فيها الماي هي نفسها. أي. أهل البلد لأن ماي موسمية ليهم بالقرى يعني. يحطون الماي يحفظونها يشربونها بعد الجفاف يعني كذا. ثم ثانيا يعني هي هذه يستعملون علاج. لسه كيف انشرح كنت لسه بدي اسالك هالسؤال، ايش السمات الموجوده في اهل هاي البلد اللي بيستخدموا هالماي؟ كيف يعني اللي ياخذوا هاي الثمره بالماي شو احسن شيء صحيا لهاي البلده يتمتعوا غير عن غيرهم في دول العالم يعني كصحه بيستخدموا هالثمره؟ هذه يعني سبحان الله يعني شيء من الله كده مديها ليهم يعني يمكن تحت يعني الأشياء كلها تترسب تحت الشجرة والماء النظيف فوق. ثم ثانيا هي الثمرة ذاتها علاج للأعراض الإسهال في البلد معليش الله يكرمك يعني بدون مؤاخذة يعني أمراض الإسهال الأمراض اللي يعني تعالج الجفاف يعني كمان ايوه الجفاف أيوة. الشراح عندك من هذه الثمرات في البيت الحين؟ والله عندي بس طرشين للاستوديو يعني ثمرتها مفتوحه عندي مفتوح نستعمل يعني فتحناها وجابوها لي يعني حبه حبه لان هي عباره عن حاجه يعني هي شكلها اصلا يجي مثل الفباية مثل شجره مثل ثمره الفباية كذا بس جافه وفيها شويه سهر حبي يعني كذا زي طالع كذا جميل بس شو يعني يفتحوها على حسب انه يعني ما تحيز مكان في الوزن وكذا حطوها لينا في علب ويجيبوها جميل انشراح بودره الحين يسوونها بودره نعم زين نحن شاكرين لك هذا التوضيح وجزاك الله خير ما قصرتي لا بالعكس بالعكس نحن شاكرين لك هذه المداخلة الله يحفظك دكتور أنا مضطر أطلع فاصل لكن قبل الفاصل خلوني أذكركم بسؤال حلقة اليوم ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي هل هو السكر النوع الأول سكر النوع الثاني سكر الحمل أو جميع ما سبق يمكنكم رسالة الإجابة على الرقم 4006 وأيضا اللي عنده أي مداخلة ممكن يتصل على الرقم 600551414 دكتورة بعد الفاصل مناخذ إن شاء الله إذا ردت علينا الدكتورة حنان نتكلم عن التدخين والصيام مناخذ كذا مال 5 دقائق ويا الدكتورة حنان فاصل ومرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعينا سؤال الحلقة اليوم اللي تقريبا عندكم يعني ربع ساعة لين ما ربع ساعة أو 12 دقيقة تقريبا لين ما يتم إجراء السحب عليه السؤال يقول ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي سكر النوع الأول سكر النوع الثاني سكر الحمل أم جميع ما سبق يمكنكم إرسال رسالة على الرقم 4006 أيضا اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 600551414 ما شاء الله يعني على الشيارة يتنا وايد مداخلات على يبغون يتكلمون عن هذه الشيارة دكتورة حلو يعني أنا والله صدقت بشكلها شكلها ما شاء الله يعني سبحان الخالق صحيح أحمد معانا عبر الهاتف السلام عليكم يا هلا يا أحمد صباح الخير عليك يا هلا تفضل أنا عندي سؤال للدكتورة بعاني من انتفاخ المعدة يعني في فترة رمضان وهي قبل رمضان بس رمضان بتزيد أكثر يعني انتفاخات وغازات شوية مزعجة وكريهة يعني والحياة الثانية شرب الماء كثير مع التبول الكثير يعني في معدل غير طبيعي شخص ساعتين ممكن أدخل الحمام مرتين الله يكرمكم في الساعتين مرتين؟ مرتين ثلاث يعني بس كم تشرب ماء؟ يمكن كاسة كاسين بس ما أقدر يعني على طول كل شويتين بشرب ماء كل ما ألقى ماء قدامي بشرب يعني طول ما أنا جالس في البيت بشرب في الصلاة نفس الشيء عندك مشاكل في الامعاء شيء بالمثانه التهاب بده يعمل فحوصات لازم تسوي فحوصات
عشان الغازات ولا عشان شرب الماء كثير لا لا عشان عشان كل شيء لا هي الفحص الطبي دوري جيد اي يعني يعني الواحد يعرفه وشوفي احيانا لان تكون هذه الاضطرابات دكتوره نتيجه التهابات موجوده مثل في المعافى او في المثانه سبحان الله سبحان الله واحد ما يدري اعتقد التشخيص الافضل ان 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 ان, أن تمر على الطبيب احمد وخليه يشوفه خلاص ما في مشكله زين لكن انا بتكلم مع الدكتور على موضوع الغازات والانتفاخ بشكل عام شو رايك طيب ما في مشكله زين اوكي دكتوره على طاري اللي فتحها احمد وايضا من بدايه الحلقه كانت هناك مجموعه اسئله عن الانتفاخ في الـ في الـ في الكرش او المعده خلال شهر رمضان ايضا دكتوره في بعض المنتجات اللي تينا يقولون والله هذه تشيل الغازات ولا هذا الشاي ممكن يكون في او هذه العشبه تخفف من الغازات في البطن يعني حتى الأولين استخدموا مجموعة أعشاب كذا أن يقللون مثل هذه الغازات في البطن يعني هل بالفعل هذه الأمور صحيحة هل في أشياء معينة الواحد ممكن يقول أنها هي تخفف الغازات في البطن طيب أولا بالنسبة لشرب الماء وأنه بيروح وانت بكرامة الحمام كتير شرب الماء جيد وأنك تروح عشان كل ما طلع بتطلع الشوائب والسموم فغير مضر ولكن في مشكلة لازم نراجع الطبيب حتى يتأكد هو ليطمئن قلبه أيه. بالنسبة للأطعمة المولدة للغازات الأطعمة اللي بينتج عن هضمة كميات كبيرة من الغازات وبالتالي بتسبب اضطرابات هضمية وانتفاخات في البطن البقوليات الحمص الفول العدس الحليب ومشتقاته وبعض أنواع الخضروات اللبان اللي هو على نعناع تخيل اللبان فقط اللي على النعناع بيسبب زيادة النفخة لبان تاني غير نوع أنواع طبعا إحنا بنتكلم بدون سكريات وكذا وهيك بالعكس بتساعد عملية الهضم فالنوع هذا بيأثر لبان شو اللبان تقصدين العلكة ولا اللبان النعناع المنت أي شيء فيه نعناع أي. بزيد عملية الغازات أوكي غير بالذات الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء اللي عندهم قولون عصبي اللي عندهم مشاكل اصلا حرقه في المعدة ما ياخذوا اي نوع من انواع اللبان او العلكه اللي فيها نعناع السبايسي يعني دكتوره هلا الاطعمه الحراقه من احدى البهارات والتوابل من احدى اقوى الاشياء المهيجه للقولون العصبي يعني من احدى اكبر اعدائه خلينا نقول للقولون العصبي واللي بسرعه بتعمل انتفاخ للقولون العصبي وبتضايقه تكلمنا عن العدس والحمص والفول تكلمنا عن الخضرار اللي هي الزهرة ومشتقاتها الملفوف والزهرة بكل أنواعها بكل ألوانها بتأثر بالنسبة للأعشاب احنا يعني في بعض الأعشاب المهدئة للقولون العصبي مثلا احنا قلنا عنها الميرامية النعناع سوري اليانسون عفوا يعني من الاشياء اللي سبحان الله زيوت الطيارة اللي موجودة فيه بتهدي القولون العصبي وبتهدي الامعاء اللي هو الميرامية واليانسون البابونج مش النعناع طبعا النعناع بيزيدوا لقوا انه المانجا لها دور في تهدئة المانجا والبابايا من احدى اروع الفواكه لتهدئة القولون العصبي والجهاز العصبي وهي من دراسات الجديدة الاناناس كذلك يعني في بعض انواع الخضروات بتهدي اشارت الدراسات انه زيت النعناع من احدى الاشياء اللي بتثير القولون العصبي عند ناس وتهدي الجهاز الهضمي عند ناس اخرى فالناس اللي عندها قولون عصبي دائما بنقول لهم شيء شخصي بالنسبه للانتفاخات دائما ياخذ كمون لانها بتساعد اما الاشياء اللي انت بتقول عنها اللي موجوده في الاسواق انا ما بقدر افتي فيها لاني ما بعرف شو المحتوى اللي موجود فيه في كتير اشياء وادعاءات يمكن لا تكون لها مصحة فأنا بحب الأشياء الشعبية اللي عندنا في البيت يعني اللي أنت عارف مصدرها طيب في عندنا مداخلات يا جماعة ولا
طيب دكتورة خلينا نرجع على موضوع الفطور والسحور والأشياء اللي يأخذها الشخص. أوكي، إحنا تكلمنا على الزيوت إنه لازم يأخذها. الآن إذا سيدة المنزل حبت أن تحضر أي طبق فيه زيت، ما ننصح دائما أنها تسخن المغلة قبل، زي ممكن سيد المنزل يحضر أو سيد المنزل نعم. طيب. أي حد حيحضر الطبق. أوكي. نفضل دائما أنه يسخن الأوتي قبل، سوري الـ 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 البان الـ الـ التاوة. أوكي التاوة، اي اوكي حلو. التاوة، لان كتير المقلاة نعم. انت عارف صعوبة المواضيع هاي عندي. عم ينقذني محمود. طبعا ليش؟ لانه لما انا ما بعرض الزيت لدرجة حر، لما انا بحط الزيت بخليه يسخن مع الحرارة وهي باردة، حرارة تسخين المقلاة والزيت لما يوصل درجة الحرارة بيطلع ترانس فاتس، جذور حارة مضرة للجسم، فأنت لازم تسخنها قبل. هاي من ضمن الأشياء. نقول تعرفين شو الأوتي؟ عرفت المكوة. لخبطت يا محمود الصيام، اللهم إني صائم. نعم طبعا بعرف. طيب في عندنا مداخلة، خلينا ناخذ سالم. تفضل يا سالم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، إن شاء الله دائما الضحك عليكم. آمين جميعا. كيف حالك دكتورة؟ يا مرحبا الساعة. بغيت أسألت، جبت طاري النعناع أن في مضرة. لا أنا ما قلت في مضرة سالم لبعض الأشخاص. عرفت أنا في دراسات أثبتت أنه الناس اللي عندها تهيج في القولون العصبي، إذا أخذوا اللبان اللي فيه، اللي هو المفروض بيخدم الناس اللي عندهم قولون عصبي، المادة اللي موجودة فيه تثير القولون العصبي زيادة، وبالآخر هي شخصي، شيء شخصي يعني، ممكن الناس لا. زين أنا من النوع يعني تقريبا يعني 50% بعد كل وجبة أخذ لي جلاس شاي أخضر وأحطي نعناع. وأنا كمان على فكرة. عقب الوجبة على طول دكتورة، أنا سمعت أن الكلام اللي يقولون عقب الأكل واحد يشرب شاي ممكن يكون مضر. لا، الناس اللي عندهم فقر دم والناس اللي بياخدوا أكل نباتي بتمنع امتصاص الحديد. أوكي. نعم بس أوكي. الناس اللي بياكلوا لحم أو بياكلوا أكل فيه عالي بالبروتين الحيواني لا عادي، بيساعد على الهضم. تفضل يا سالم. سوري سامحني قاطعتك. لا فعلك يا أخي، بس بغيت أستفسر عن هالشغلة، لكن إذا بهالطريقة الحمد لله يعني أنا أمشي صح. لا أنت صح كمان، لأنه الشاي الأخضر يا سالم فيه زيوت جميلة وفيه مضادات أكسدة عالية، الفلافينويدز اللي بتساعد على أولا تفعيل الجسم في عملية الهضم، وثانيا فيها نسبة 10% من المي إذا بتاخذ جلاس كامل، وهذا شيء جيد يعني إذا أخذت 4 جلاسات في اليوم. بس دكتورة يعني مو في المرة، بعض المرات من أخذ أحس بنفخة بسيطة بعد ما أخذ الشاي. بتكون يمكن طبيعة الأكل اللي أخذته قبل. يعني أنا متى أنصحك؟ إذا أنت ماخذ مثلا أكل دسمة، شوف المصريين سالم يحبسوا بشاي كشري بعد الوجبة، خلينا نقول كباب ولحمة، يكبسوا في شاي، يحبسوا في شاي كشري، وهذا أثبتت الدراسات أنه يساعد على أنه الدهون الموجودة في اللحم اللي مقلاي أو اللحم اللي موجود فيه، الدهون الموجودة فيه تطلع مع الخروج دون أنها تخزن في الجسم، وهذا كمان أثبت عن طريق كوين يونيفرسيتي في بريطانيا. فيمكن تكون ماكل أكل خفيف ما في كتير دهون فسببت لك هذا الإزعاج. دائما خذها وراء أكل دسمة، وجبة دسمة، هتحس في الفرق. جزاك الله خير يا سالم. مشكورين، الله يعطيكم العافية. ناخذ أبو راشد قبل نختم. أبو راشد تفضل. يا هلا يا هلا. السلام عليكم. مبروك عليكم رمضان. علينا وعليك يا رب. السلام عليكم دكتور وفاء. يا مرحبا، وعليك السلام والرحمة. أنا والله حبيت أشارك وأسأل بعض الأسئلة بشكل سريع. أنا مريض سابق للقولون، صار لي 21 سنة تقريبا. نعم. ولما شخصت الإصابة يعني ما حد قال لي ان بعض الاعشاب تهدي القولون. انا عندي القولون التعصبي، القولون العصبي التقرحي، يعني يطلع تطلع تقرحات وينزل نزف دم يعني تقريبا ياخذ اسابيع. نعم. لكن من الامور اللي كلموني عنها مثل ما تفضلتي، الخضار المسلوقه او الخضار اللي معموله على البخار ما فيها نسب دهون او شطه او
نحن نسميها البزارات او البهارات هاي الليمون لانها مضره صحيح. ثاني شيء ما كلموني عن بعض الاعشاب اللي تساعد مثل ما تفضلتي اليانسون بعض الكمون مثلا ما كلموني عن النعناع. كنت انا اخذ علكه النعناع لكن ما حسيت فيها يعني ردات فعل شديده يمكن ما عرفت المعلومه الا منك اليوم دكتوره. فبتجنب النعناع والعلكه بكل انواعها. بتعرف التلبينه؟ لا تعرف التلبينه؟ التلبينة من أحدى الأطعمة الرائعة لمريض القولون العصبي. علاج رائع لك لو تجرب أنك تأخذها على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع حتساعدك كتير. شو هي التلبينة؟ حاطيكم الطريقة إذا بتحب بكرة لأنه ما أظن ما عندنا وقت. لكن حقولك كمان شغلة يعني على السريع، العسل للقولون العصبي رائع، التمر، التين، روب الإبل رائع، روب الإبل رائع للناس اللي عندها قولون عصبي تقرحي. أنا أتكلم يعني بتهدي نتيجة الأملاح الموجودة فيه سبحان الله، في صفة غير عن بقية الأنواع الألبان. بدك نتكلم بالتفصيل عن القولون العصبي والله ما خصص له حلقة كاملة ومن عيوننا حاضر إن شاء الله. أنا والله نصيحة يعني لأي مريض قولون كان عصبي تقرحي نزفي مثل اللي عندي أنا أو عصبي اللي هو يعمل انتفاخات. يعني أنا مريت على كذا دكاترة في الدولة ورحت على خارج الدولة يعني مع بروفيسورية في هذا المجال. أنا أعتقد أن 70 إلى 80% من الحالة النفسية للمريض نفسه. صح. ثاني شيء المريض لابد أن تكون عنده قناعة أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى والأمور كلها مسببات. صحيح صحيح. وهو خالق الأسباب. صحيح. المريض لابد أنه يعطي الدكتور الحالة المرضية كاملة، وإذا كانت عنده بعض الحالات المرضية مثل أنا مش بس فقط عندي قولون، أنا عندي هاي أسد ستمك، يعني المعدة تفرز إفرازات حمضية تؤثر. فهذه عندي مشكلة، يعني لابد أن يكون مريض القولون دائما مثل البيبي يأكل 24 ساعة. وبس بركز على شغلة واحدة، أنه حضرتك حالة خاصة ومثلك كل الأشخاص، يعني مريض القولون ممكن طماطة تثيره، عندك أنت لا، فهي حالة شخصية مثل أي حمية تغذوية تفصل للشخص نفسه. جميل، جزاكم الله خير. أنا عاد الوقت خلاص، يعني باقي لي دقيقتين، خلني بس أعلن على اسم الفائز. جزاك الله خير يا أبو راشد. دكتورة كان ودي أكمل معاك حتى موضوعنا، لكن للأمانة الحلقة يعني بمداخلات المستمعين تكون في معلومات ثرية أكثر. اسم الفائز مع إجابة، ما هي أنواع السكر التي يتم تغطيتها في تطبيق حياتي؟ سكر النوع الأول، سكر النوع الثاني، سكر الحمل، جميع ما سبق وهو جميع ما سبق. إنزين، فالفائزة سما عبد الحق كريم الدين، ألف مبروك لسما عبد الحق كريم الدين. احيانا مستمعينا اللي ما يبغي يذكر اسمه حتى في الاجابات ممكن يكتب لنا ان لا تذكرون الاسم، او يحط لنا اللقب، الاسم الثلاثي مع اللقب، وان شاء الله بعد في حد عنده تحفظ. بس الف مبروك حق الفائزه معنا سما عبد الحق كريم الدين. ايضا دكتوره نحن شاكرين لك تفاعلك مع الناس. انا للامانه كان ودي اتكلم اكثر على بعض الشغلات، لكن مثل ما ذكرتي اعتقد ان تخصيص بعض يعني جزء كبير من الحلقة عن موضوع معين بيكون أفضل. نخلي المداخلات كلها تتركز في هذا الموضوع إن شاء الله. طيب، نحن كان مفروض نتكلم عن الصيام والتدخين اليوم، لكن ارتئينا أن نحن نأجل الموضوع عشان نعطي حقه. صحيح. لأن ما بغينا ناخذه بشكل عرضي مع الدكتورة حنان، لا، قلنا نبغي نعطي الموضوع حقه. إذن مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله
في الغد مع مواضيع جديدة مع نصائح مفيدة من الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية. طيب عندنا دقيقة بس خلي أخذ نصيحة عامة آخر شيء قبل النهاية. تفضل الدكتورة. أنا حبيت أعقب وأقول فعلا الشخص علاجه بنفسه، النفسية والإيمان إنه في علاج، هذا أول علاج، واتباع النمط الصحي اللي هو التغذية الطبيعية المتوازنة مع الرياضة، هذا أهم شيء بإذن الله. بإذن الله. إذن يا جماعة الخير دائما ما ننظر إلى الأمور بإيجابية، ننظر إلى الحياة بتفاؤل، هنالك الكثير من الأمور التي يجب أن نغيرها في أنفسنا. يعني السعادة، واحد من قوانين السعادة هي أنك أنت تختار أنك أنت تكون سعيد ولا أنت تكون تعيس. عموما نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة. كل الشكر لمخرجتنا ميثا بن بيات، وفي التنسيق كانت معانا شيمة، مشكورة يا شيمة، شيمة تناك، وأيضا الشكر الجزيل للدكتورة وفاء عايش. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.